عبارة عن الجذر بتاع الاي على الام، اللي هي اصلا عندي ان الاي بتساوي الام في الكي سكوير، فالكي بالنسبة لي هي جذر الاي على الام. الاي هي المومنت اوف انرشيا، والماس اللي هي الام اللي هي الماس. طيب لو عايز اجيب الكاينيتك انرجي في حالة اللينير موشن هي عبارة نص ام في سكوير. طيب لو في حالة الانجلر موشن هي نص اي اوميجا سكوير. طيب والتورك في حالة اللينير، لو انا بجيب التورك في حالة لينير هي فورس في المسافة العمودية. طيب التورك في حالة الانجلر هي الاي في الالفا. الباور هي التورك في الاوميجا. في حاجتين كده مهمين لازم ابقى عارفينهم عشان ممكن اجيب حاجة بدلات التانية، ان الاوميجا بتساوي الفي على الار، وان الالفا بتساوي الاي على الار. لو مديني مثلا الفيلوستي ومحتاج مني الانجلر فيلوستي، فانا بقدر اقول ان الفيلوستي على الراديوس بتاعتي، ونفس الكلام للالفا. في مشكلة في القوانين دي؟ حضرتك بس هو ايه هو الـ radius of gyration ده؟ الـ radius of gyration ده بيبقى الـ radius اللي معروف ان انا بيلف حواليه جسم مثلا، فالريديس ده بيبقى معروف كام، قيمته كام. لما جينا بنقول في المومنت اوف انيرشيا والماس مومنت اوف انيرشيا بنقول الماس في مربع المسافه، فاني مسافه بتبقى المسافه المعلومه عندي، هي بتبقى جيفن عندي في المساله، بيبقى ريديس او جسم بيبقى عارفه الريديس بتاعته وهو بيلف، ببقى عارفه قيمه الريديس اللي عندي كام. يعني جسم بيلف، يعني المدار اللي بيلف فيه ده الريديوس بتاعه بس، بيبقى صح؟ ريفرنس جسم بيلف بيبقى معروف الريديوس بتاعه كام، جسم بيلف بيبقى معروف الريديوس بتاعه كام، بيبقى ريفرنس معروفه، بتبقى جيفن عندي في المسائل غالبا بتبقى جيفن. خلاص تمام. في مشاكل كده؟ لا لا تمام. تمام. المسألة المهمة اللي الدكتور بيحب يشرحها برضو هي مسألة موجودة في الكتاب صفحة، أنا مش عارفة معاكم الكتب الجديدة ولا لأ، صفحة 8. معايا الكتاب الجديد، معناش كتب. لأ مش مهم، لحتى لو معكش كتاب عامة أنا كاتبة المسألة. تمام. فالمفروض المسألتين الدكتور دول شرحهم في المحاضرة قبل كده. طيب بيقول لي إيه؟ بيقول لي جسم على سطح مايل، الجسم ده وزنه أو الماس بتاعته أسفة هي 14 طن، والسلوب بتاعه 1/20. تمام. ومديني الدايمتر بتاعت الدرام هي 1 متر دايمتر. اجيب بس الرسمه عشان تبقوا فاهمينها. اهو مديني دلوقتي جسم اسفه، ادي الجسم اللي عندي، الجسم ده الماس بتاعته، الواجن ده الماس بتاعته ب 14 طن اللي هي 14000 كيلو جرام، ومربوط بفورس على الدرامب دي. الدرامب ديت الدايمتر بتاعها 1 متر، مشدود بواسطة الدرامب. الدرامب ده الدايمتر بتاعها 1 متر. بيقول لي is driven through a 40-to-1 reduction gear، ان الدرامب دي متوصلة عن طريق الجيرز، الريدكشن بتاع الجير ده 40 لواحد، ومتوصل ده للالكتريك موتور. جميل. ومديني الفريكشن بتاعت الواجن اللي هي قيمة الفورس الفريكشن نتيجة ان هو طبيعي بيتشد لاحتكاك، فقوة الاحتكاك بتاعته هي 1.2 كيلو جرام كيلو نيوتن، والافيشنسي بتاعت الجير هي 85%. وطبعا نجلكت، قال لي نجلكت الفريكشن بتاعت الدرامب والموتور شوفت. طيب جميل جدا. ومديني الجزء بتاع الروتيتنج درامب الماس بتاعته هي 1.25 طن، والراديوس اوف جيريشن بتاعتي 450 ملم، والارميتشر شوفت مديني الماس بتاعته 110، ومديني الراديوس اوف جيريشن بتاعه. طالب مني ايه؟ مديني السرعه بتاعت الجسم عندي كله في اي لحظه ب 1.8 متر بير سكند، والاكسلريشن ب 0.1 متر بير سكند سكوير. طالب مني التورك بتاع الموتور شوفت كام، والباور بتاعي قد ايه. برضو انا عايزه افهم هو صيغة الكلام ده كله. أنا عايزة أوريكم بس الرسمة المفروض إن إحنا هنرسمها. أنا كتبت الجيفن على جنب، قلت الماس بتاعت الوجن هي 14000 كيلو جرام،
البرام بديامتر مديني 1 متر يعني ممكن نقول الريديوس بتاعه 0.5 والافشنسي بتاعت الجير ب 85% والفريكشن فورس بتاعتي 1.2 كيلو نيوتن والجير ريشيو اللي هي الاوميجا بتاعت الجير على الاوميجا بتاعت البينيون هي 1:40 صح كده؟ مظبوط تمام. والماس بتاعت الدرامب هي مش هتبقى 125,000 عشان بس دي في حته غلط فيها عندي. تمام التحويلات بس معلش عشان بس اظبطها معاكم. والريديوس اوف فيريشن 450 والماس بتاعت الارميتشر شوفت اللي هي 140 والكي بتاعت الارميتشر شوفت هي 125 والفيلوستي 1.8 والاكسلريشن 0.1. في مشكله في الجيفنز بتاعتي؟ شايفه مشكله؟ لا تمام تمام هو وال الريكوايرد بتاعي انا كتبته على جنب ان التور والباور. دلوقتي انا رسمت الرسمه اللي هو عايزها انه اي جسم عندي ليه 4 فورسز. احنا فاكرين ان احنا قلنا ان الجسم بيبقى بيأثر عليه وزنه فطبيعي ليه رد فعل ولما بيبقى اتشد عليه فورس بيبقى ليه الفريكشن فورس بتاعته. اي جسم بيبقى ليه 4 فورسز بتأثر عليه فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ مظبوط. حلو جميل. دلوقتي من صيغة الكلام أنا ابتديت أطبق الجزء ده. إيه الجزء ده بقى؟ الجزء ده إن الدرامب ديت المفروض إن هو اللي متوصلة بجير والجير ده للإلكتريك موتور فطبيعي جدا الجير دي هتبقى في شفطات عندي. فدلوقتي عندي إلكتريك موتور وفي شفط الأولاني متثبت عليه بعد كده الجير اللي هي البينيون الأولاني والجير وبعد كده في شفط التاني ومتوصل عليه الدرامب. طالب مني التورك، التورك بتاع الالكتريك موتور. طيب انا عندي كام تورك؟ انا عندي 4 تورك. التورك اللي جاي من الدرامب اللي جاي من الدرامب ادي تورك واحد والتورك اللي بيأثر على الشفط اتنين والتورك اللي بيأثر لي على الجير اللي هي البينيون والجير وفي تورك بيأثر على الشفط الاولاني اللي هو الارميتشر شفط. يبقى كده انا محتاجه اجيب كام تورك؟ 4. جميل. فهبدأ بداية ان هجيب التورك الاولاني اللي هو جاي اصلا من الدرامب اللي هو الجزء ده فهيجي في حالة اللينير صح كده؟ مظبوط. لانه لسه ملفش لسه بيجي بس بواسطة الدرامب فلسه ملفش فالتورك الاولاني هي عبارة عن الفورس في المسافة العمودية. جميل. طيب فين الفورس بتاعتي اللي هي البي؟ هل البي معلومة عندي؟ لا مش معلومة. فأنا محتاج إن أنا أجيبها عن طريق إيه؟ إن السمشن فورس في اتجاه الإكس بتساوي الإم في الإيه؟ اللي هو قانون نيوتن التاني. طيب ساعتها لما بنقول هتبقى اتجاه ده اتجاه الإكس. جميل كده؟ تمام. مفهومة للكل ولا مش مفهومة؟ تمام تمام مفهومة. تمام تمام. هقول ان البي انا ممكن اعمل حاجة عشان بس تبقوا فاهمينها ان اتجاه ده هو اتجاه الاكس عشان بس نبقى عارفين والبوستيف اكس كمان يعني ممكن نكتب بوستيف اكس عشان نبقى فاهمين احنا بنوصل لايه. في مشكلة كده؟ لا تمام. طيب جميل. فانا قلت طبيعي جدا بوستيف اكس هيبقى عندي البي ماينس الفريكشن فورس. طبيعي جدا ان الويت بتاعي بيتحلل مره في اتجاه الحركه ومره عمودي عليه. اتجاه الحركه دائما وابدا بيبقى ساين الزاويه وخلي بالي مديني سلوب فالساين بتاع الزاويه هي 1/20 عشان كده قلت ان الام جي على 20. مفهومه؟ جي على 20 عشان كده تمام. اللي انا قلت ساين الزاويه هي 1/20 فبالنسبه لي ساين الزاويه انا شلتها حطيتها 1/20 فلما اجي احلل الوزن بيبقى ام جي ساين ثيتا وام جي كوزاين ثيتا
فدائما وابدا ابقى حافظاها وعارفاها. دايما لما بحلل الوزن اللي في اتجاه الحركه بيبقى ساين الزاويه مش كوزاين، ساين الزاويه. عشان كده قلت ان الفريكشن فورس زائد الام جي ساين الزاويه، اللي انا شلت ساين الزاويه خالص وقلت 1/20. تمام جميل كده ماشي. فانا قلت ان البي ماينس الفريكشن فورس زائد الام جي على 20 بتساوي الام في الاي. ساعتها وديت الام جي على 20 الناحيه الثانيه والفريكشن فورس الناحيه الثانيه، فقلت ان البي بتساوي الماس بتاعتي اللي هي 14000 في 0.1 اللي هي الاكسلريشن زائد الام جي اللي هي 14000. ان انا كل ده بتعامل ايه؟ الماس بتاعتي، الماس بتاعت الوجن. اخلي بالي انا كل ده بشتغل بنتيجه الماس بتاعت الوجن. فبقول ان الام جي 14089 على 20 زائد الفريكشن فورس هو لسه مديهوني 1.2، احولها في 10^3 لان انا محتاجه نيوتن. كل ده هيساوي ايه بقى؟ هيساوي 9467 نيوتن. يبقى انا جبت قيمه الفورس اللي بتشد الوجن لفوق عشان تساعدني اجيب التورك الاولاني. فبالنسبه لي يبقى التورك الاولاني هي عباره عن الفورس بتاعتي في المسافه العموديه اللي هي بالنسبه لي الريديوس بتاعت الدرام. طيب البي انا جبتها في الريديوس بتاع الدرام، هو مديني الدايمتر بتاعه، فيبقى دي على الاثنين يبقى نص. جبت التورك الاولاني. في مشكله كده عند حد؟ انا تمام حضرتك. تمام التورك الثاني مش بيأثر لي على الشافت 2؟ طيب معنى ان هو بيأثر على الشافت 2 يعني بيدور، فمعنى كده ان التورك في حاله الشافت الثاني ده اللي هو التورك 2 هي عباره عن اي في الفا طالما حاجه بتدور. فالاي بالنسبه لي اللي هي مومنت اوف انرشيا اللي هي الام في الكي سكوير في الالفا اللي هي الاي على الار. انا ليه قلت ان الاي بتساوي ام في كي؟ لان هو مش مديني المومنت اوف انرشيا بتاعت الجسم عندي بكام، بس انا عارفه معلومه ان القانون بتساوي الام في كي، فهو مديني الماس بتاعتي الماس بتاعتي والراديوس اوف جيريشن في الالفا. الالفا اتفقنا ان هو طالما مديني اكسلريشن ومش مديني الفا، ففي قانون اقدر استخدمه وبقول ان الالفا بتساوي الاي على الار. طيب انا بشتغل على انهي ماس؟ الماس بتاعت الدرامب. انا خلاص كده خلصت وابتديت اخش على الشفت، فبالنسبه لي الماس اللي مقصره لي هنا بتاعت الدرامب. فالاي اللي هي الام في الكي، فالام بالنسبه لي اللي هي 1000 المفروض دي 0 واحده بس، معلش هعدلها بس عشان ما تبقاش غلط عندكم. دي واحدة بس عشان انا لما باجي بحاول بس اللي غلطت فيها. هتبقى 1250. انا معلش بروح وبرجع كتير، بتمنى ما انتهش يعني. لا لا ولا يهمك يا باشمهندس. طيب يبقى الماس بتاعت الدرامب عندي هي 1250 في الكي radius of gyration بالنسبة لي اللي هي 450 مليمتر، فأنا هحولها لمتر هتبقى 0.450 سكوير. في ال acceleration بالنسبة لي اللي هو مدهون في الجيفن عندي 0.1 على ال radius بتاعي اللي هو 0.5، فطلعت معي التورك التاني ب 50.6 نيوتن متر. في مشكلة كده؟ عندي بس مشكله في نقطه واحده اللي هي ليه 0.5، لان انا دلوقتي انا مش عندي الالفا اللي هي انجلر اكسلريشن، بس في قانون كان بيقول لي وقلت لكم عليه ده بيبقى جيفن بالنسبه لي ان الاكسلريشن بتساوي لا لا انا مش قصدي ده، انا قصدي يعني هو ما جابش معلومه ان الشافت نفسه قطره متر. لا انت كده كده بالنسبه لك ان الريديوس بتاعك اللي بتستخدمه بتاعت الدرام، ان هو كده كده انت بتاخد التورك 2 من الدرامب رايح للشافت 2، فانت اي حاجه هتستخدمها معلومه هتستخدمها بواسطه الدرامب اللي عندك. اه تمام جميل كده تمام. التورك الثالث بقى عشان اقدر اجيبه، فانا هجيبه من الرسمه دي ازاي؟ ان انا هقول ان الباور على الشافت الاولاني في الافشنسي بتاعت الجير بتساوي الباور على الشافت الثاني. في مشكله في دي؟
الباور في الـ في الافيشنسي اديني الباور بتاع الشفت التاني. طيب الباور نفسه بيساوي ايه؟ التورك في الاوميجا. الافيشنسي بتساوي التورك في الاوميجا بتاعت الشفت التاني. طيب الاوميجا بتاعت الشفت الاولاني اللي هي بتاعت الجير، وبتاعت التورك بتاعت البينيون مش الجير. طيب ثانية واحدة بقى، ده بينيون انتوا فاهمين انا بعمل ايه او انا اتلخبطت في ايه؟ اه تمام. طيب فانا قلت ان الباور بتاعي بتاعت الشفت الاولاني هي التورك في الاوميجا في الافيشنسي بتساوي التورك في الاوميجا. طيب لو بتكلم ده الشفت، ثانية بقى عشان انا في حاجة تقريبا اتلخبطت فيها، معلش انا اسفة يا شباب، معلش حقكم عليا. انا لخبطت بس معلش شوية. دلوقتي احنا لما جينا قلنا ان الباور بتاع الشفط الاولاني، انهي شفط اولاني؟ الشفط الاولاني بالنسبة لي اللي هو الجزء ده في الافيشنسي بتاعت الجير بتساوي الباور بتاع الشفط التاني. طيب جميل، الباور بتاع الشفط الاولاني مش هي عبارة عن تورك في اوميجا؟ جميل. طب انهي اوميجا؟ هي البينيون الصغير ده البينيون، والباور بتاع الشفط التاني هي التورك في الاوميجا بتاعت الجير. طيب جميل، التورك اللي بيأثر لي في الشفط واحد هي سميتها التورك تلاتة في الاوميجا بتاعت الجير في الافيشنسي بتساوي التورك بتاع الشفط التاني اللي بيأثر عليه، مش التورك واحد زائد التورك اتنين، صح كده؟ هو انتوا معايا ولا فصلتوا مني؟ تمام حضرتك. خليني كده احسن عشان انتوا تبقوا الحتة دي مفهومة بالنسبة لكم، نكتبها هنا عشان انتوا حبيتوا الشكل الطريقة دي. ماشي نعيدها تاني. دلوقتي بيقولي عشان اقدر اجيب التورك بالنسبة اللي بيأثر على الجير، فانا بقول ان الباور بتاع الشفط الاولاني في الافيشنسي بتساوي الباور على الشفط التاني. جميل. طيب الباور بيساوي ايه؟ هي تورك في اوميجا. طيب هنحط التورك في الاوميجا عادي، في الافيشنسي بتساوي التورك في الاوميجا بتاعت الشفط التاني. طيب التورك اللي بيأثر على الشفط الاولاني بالنسبه لي اللي هيأثر عندي في الحاله دي هي التورك 3 اللي انا عايزه اجيبه في الاوميجا بتاعتي اللي هي هتبقى البينيون. انا عايزه اعدلها. انا لخبطتكم صح؟ باشمهندسي. لا تمام. هي بقت اوميجا. ايه ده؟ ليه كده بقى؟ مش مشكلة مش مهندسة، ممكن تكتبي عادي بالقلم الحبر عادي، مش لازم كل شوية تقعد تعدلي يعني. الفكرة ان انا عاملة لكم موضوع السلايدنج ده عشان تبقى مفهومة بالنسبة لكم ان انت تمشي خطوة خطوة ووصلت ده ازاي، ده بيريحكم متهيألي أكتر ولا أنا متهيألي؟ أيوة. لا تمام تمام فعلا تسوي حضرتك الدور. إيه معلش بطلع وبنزل بطلع وبنزل، بس هنعيد من الأول ما تقلقوش. تمام. طب في مشكلة إن إحنا وصلنا التورك الأولاني والتورك التاني جبناه إزاي؟ عند حد؟ لا دول تمام أعتقد. لو حضرتك ينفع بس ترجع عليهم بسرعة يبقى أحسن. خلاص ماشي. هراجع عليهم من الاول كاني ببدا من اول مساله خالص. دلوقتي انا عندي جسم مشدود بقيمه اسمها البي، والجسم ده الماس بتاعته 14000 كيلو جرام
ومديني الريديس بتاع الدايمتر بتاعت الدرامب دي 1 متر، ومديني بيقول لي ان هو الدرامب ده مربوط ب او يعني متصل بالجير، والجير ده ليه efficiency بتاعتي 0.85، وفي فريكشن فورس بيحصل للوجن ده نتيجة ان تشد فورس قيمتها 1.2 كيلو نيوتن، ومديني الجير ريشيو بتاعتي، ومديني الماس بتاعت الدرامب اللي هي الماس بتاعتي قد ايه، والراديوس اوف فيريشن بتاعتي، ومديني الماس بتاعت الشوفت الارميتشر شوفت والراديوس اوف فيريشن بتاعتي، ومديني السرعه للجسم للميكانيزم كله اللي عندي في اي لحظه هي 1.8، والاكسلريشن بتاعتي في اي لحظه انزل المغلى سفدس لو شنطه عاميه ماشي 1.1 متر بير سكند سكوير، واعمل كوبايه شاي عشان بحضره وانا بشغل. في مشكله غير كده؟ قوم هنا ساعد ميوت ساعد ادي الفضايح هات لي سندوتش معاك واكتب الميوت. طيب ساعد خلي سندوتش ساعد اليوم على طول اصلا. طيب انا دلوقتي رسمت الرسمه اللي عندي اللي هو الوجن وموجوده فورس، فطبيعي جدا ليها فريكشن فورس بالشكل ده، وقلت ان الوزن بيتحلل مره في اتجاه الحركه ومره عموديه ليه، فانا اللي بيهمني في اتجاه الحركه اللي هي ام جي على 20. ليه على 20؟ لان احنا اتفقنا ان ساين الزاويه بتاعتي بتساوي 1/20 الاسلوب اللي هو قال لي عليه. في مشكله لكده؟ معلش يا مش المفروض الام جي اصلا هتبقى لفوق ولا تحت؟ الام جي على 20، الام جي على 20 لا هتبقى انت كده كده بتحلل يعني ده الويت بتاعك لما تيجي تحلله ازاي؟ عشان انا بحللها ساين وكوزاين. اللي تحت دي المفروض تبقى كوزاين بس انا سايباها لوحدها كده ام جي. ايوه ايوه تبقى كوزاين بس بحلل في ربع واحد. حلل في ايه؟ يعني بحللها يمين وشمال مثلا. المفروض انا حللتها مع اللي تحت ام جي كوزاين، يبقى المفروض حللتها يعني عمودي ام جي كوزاين، يبقى المفروض اللي طالع بقى لا اللي نازل مش طالع. الوزن الصفرة يا حمزه مش الزرقاء، ام جي الصفرة هي الوزن الاساسي. الزرقاء فهمتها كده؟ تمام. طالب مني التورك للالكتريك موتور كام والباور بتاعي. طيب في حاجه انا استنتجتها لما بقرا المساله، ايه هي الاستنتاج بتاعي؟ ان الالكتريك موتور مربوط بشوفت واحد، والشوفت الاولاني ده فيه جير اللي هي البينيون والجير، ومربوطه بشوفت تاني وممسوكه بالدرامب دي، والدرامب دي مسؤوله بقى ان هي ماسكه الفورس بتاعتي. في مشاكل للرسمه دي انا جبتها ازاي؟ دي ملخص القرايه بتاعت المساله. طيب دلوقتي هو عايز التورك بتاعت الالكتريك موتور. طيب التورك بتاع الالكتريك موتور طبيعي جدا في تورك بيأثر جاي من الدرامب، وفي تورك بيأثر لي على الشافت اتنين، وبعدين في تورك بيحصل في الجير ريشيو دي او بيحصل في الجيرز، وبعدين في تورك بيأثر على الشافت الاولاني، وكل ده يؤدي على الالكتريك موتور. يبقى انا محتاجه اجيب كام تورك؟ محتاجه اجيب 4 تورك. جميل، لو فكرت ان انا اجيب التورك الاولاني اللي هو جاي من الوجن رايح للدرامب، فهو في حالة ده كده اللينير، فبالنسبة لي يبقى التورك الأولاني هي عبارة عن فورس في المسافة العمودية. طيب الفورس بتاعتي هل أنا جيفن عندي؟ لا مش جيفن، فأنا محتاجة إن أنا أجيبها. طب هجيبها إزاي؟ هجيبها عن طريق قانون نيوتن التاني لما بيقولي إن السميشن فورس في اتجاه الإكس بتساوي الإم في الإيه. جميل، جبت الفورس بتاعتي في اتجاه الاكس بتساوي الام في الاي، فانا قلت اتجاه الفورس في اتجاه الاكس ده بموجبه، فانا قلت ان البي ماينس الفريكشن فورس ماينس الام جي على 20 كل ده بتساوي الام في الاي. طيب اقدر احط الجزء ده انقله الناحيه الثانيه باشاره مخالفه؟ ساعتها قلت انا دلوقتي بشتغل الماس بتاعتي بتاعت الوجن ولا بتاعت الدرامب؟ انا كل ده كل حاجه اي جيفنز او اي بيانات انا بشتغل عليها جايه من الوجن. جميل، ساعتها بقول ان البي بتساوي الام في الاي، الام اللي هي 14000 في الاي بتاعتي 0.1 زائد
انا وديت الام جي على 20 الناحيه الثانيه بتبقى 14.9 على 20 زائد الفريكشن فورس اللي هي 1.2 × 10^3 طلعت لي ب 9467 نيوتن. جميل. جيت جبت الفورس اللي بتشد الوجن، طب انا محتاجاه عشان اقدر اجيب التورك الاولاني، فلما جيت عوضت بالتورك الاولاني قلت ان البي في الدي على 2 اللي هي في المسافه العموديه اللي هي بالنسبه لي الدي على 2. طب جبت البي بتاعتي في النص لان هو مديني الدايمتر بتاعت الدرامب 1، ساعتها قسمت ضربتها في النص طلعت ب 4733.5 نيوتن متر. كده جبت التورك الاولاني. في مشكلة عند حد؟ أنا جبت التورك الأولاني إزاي؟ تمام. التورك التاني اللي هو بيأثر لي بقى على الشافت 2، طيب طبيعي جدا الشافت ده بيدور، حلو، فيبقى ساعتها التورك ده بيساوي الاي في الألفا. طيب هل مديني مومنت اوف انرشيا بتاعت الشافت؟ لا، بس أعرف في قانون لسه قايلينه في البداية اللي هو الام الماس في الراديوس اوف جيريشن بتاعي. طيب والألفا مش مديني الانجلر اكسلريشن بس مديني ان الاكسلريشن والريديس، حلو جدا. طيب ساعتها هشتغل على الماس او الريديس اوف جيريشن اللي يخص ايه؟ كل اي حاجه هي جايه من الدرامب، فانا هاخد كل الجيفنز بالنسبه لي او اي بيانات عندي من الدرامب نفسها، حلو. فالماس بتاعتي بتاعت الدرامب كانت كام؟ اللي هي 1250، ضربتها في الريديس اوف جيريشن بتاعتي اللي هي 450 ملم حولتها المتر هتبقى 0.450 سكوير في الاكسلريشن اللي هي 0.1 على 0.5 طلعت 50.6 نيوتن متر. في مشكلة كده عند حد التورك التاني؟ تمام تمام. طيب التورك التالت عشان اقدر اجيبه بتاعت الجير بتاع الجيرز ده، فانا قلت ايه؟ قلت ان الباور على الشافت 1 في الافشنسي بتاعت الجير بتساوي الباور على الشافت الثاني. جميل. طيب الباور نفسه بتساوي ايه؟ التورك في الاوميجا. طيب انهي تورك؟ التورك اللي انا عايز اجيبه عند الجير اللي هو تورك 3 في انهي اوميجا؟ الاوميجا بتاعت البينيون في الافشنسي بتساوي التورك اللي بيأثر لي على الشافت 2. طب الشافت 2 ده مش فيه تورك 1 وتورك 2؟ ساعتها هجمعهم في الأوميجا بتاعتي. أنهي أوميجا؟ أوميجا بتاعت الجير، حلو. ساعتها قلت إن التورك 3 هو عبارة عن تورك 1 زي تورك 2 على الإفشنسي في الأوميجا بتاعت الجير على الأوميجا بتاعت البين. كده جبت التورك 3 إزاي؟ المفروض على مش فين الجزء ده غلط. طيب في حتة بس هنا غلط، لو تعرفوا تصلحوها او نبقى نصلحها بعدين عشان ما نقعدش نلخبط نفسينا. فالتورك 1 زائد التورك 2 المفروض على الافشنسي مضروبه في الجير ريشيو مضروبه المفروض 1 على الافشنسي. بقى في مشكله في كده؟ عشان بس ما نلخبطكوش، دي 1 على الافشنسي. يا جماعه اللي بيلعب لا ده تقريبا صوت مروحه، دي مروحة لابتوب، مروحة لابتوب. طيب يبقى ساعتها جبت التورك 3 هو 1 تورك 1 زي التورك 2 في الجريشيو في 1 على الافشنسي، ساعتها هتطلع التورك 3 140.7 نيوتن متر. في مشكلة في التورك 3؟ لا تمام. التورك 4 بقى، التورك 4 اللي هو بيأثر لي بقى على الارميتشر الشافت نفسه اللي هو عزم الشافت او عزم الدوران بتاع الشافت، اللي هو ان انا بجيب الحركه من الالكتروموتور وبعد كده بنقل الحركه لبقيه الاجزاء الجسم اللي عندي. طيب فالتورك 4 هي عباره عن الاي في الالفا. طب الاي بتاعت ايه؟ بتاعت الارميتشر شافت في الالفا، دي قلت في 40 لان سرعه البينيون بتاعتي الجير اللي متثبته عند الشافت الاولاني هي البينيون، فضربتها في سرعة البينيون نفسها اللي هي قيمتها ب40. في مشكلة فيها؟ ساعتها قلت إن الأي بتاعتي هي عبارة عن التورك 4 اللي هو بيأثر لي على الأرميتشر شافت. يعني إيه الأرميتشر شافت ده؟ اللي هو اللي بيجيب عزم الدوران بتاعي من الإلكتريك موتور وينقله لبقية أجزاء الجسم اللي عندي، حلو. عند الكابلينج كده؟
ممكن يبقى زي الكومبليكيشن، بس انا اللي عايزه اقوله ان هو ده الشفت اللي مسؤول ان هو بياخد الحركه من الالكتريك موتور وينقلها لبقيه اجزاء الجسم اللي عندي. تمام. طيب يبقى الاي بالنسبه لي اللي هي ايه؟ اللي هي الام في الكي سكوير في الالفا اللي هي ايه على الار. ليه ضربت في سرعه 40؟ علشان هو متثبت عند البينيون، البينيون نفسها سرعتها 40. يعني انا بنقل الجيرز اللي هنا من الجير للبينيون، الجير ريشيو بتاعتي هي من 40 لواحد، يعني البينيون كل ما تلف 40 لفه الجير بيلف لفه واحده بس، عشان كده ضربت في سرعه البينيون اللي عندي. جميل. طيب الماس بتاعت الارميتشر شفت هي 110، في الكي بتاعتي هي 0.125 سكوير، في الاي بتاعتي هي 0.1 على 0.5، في 40. ساعتها جبت التورك الرابع اللي هي 13.76 نيوتن متر. في مشكلة كده؟ تمام، مفهومة عند الكل؟ هي مش ال 0.5 دي الريديس بتاعت الدرام؟ جميل، بس في نفس الوقت هو كده كده بالنسبة لك ده ميكانيزم كله متوصل مع بعضه، فبالنسبة لك عشان هو مش مديك الالفا بتاعتك، مديك الاكسليريشن في اي لحظة، فاقدر اجيب منه ان الالفا بتساوي الاي على الار. طب ايه الار؟ الار بالنسبة لك الريدس اللي موجود عندك هي 0.5 اللي انت بتستخدمه، بشتغل بريدس بس الاسئلة كلها. يعني هو عشان مدينا اكسليريشن بتاع الدرام يبقى هنستخدم الريدس بتاع الدرام. هو مديك الاكسليريشن للجسم كله، فانت لما هتستخدم الريدس اللي موجوده الوحيده اللي موجوده عندك بتاعه الدرام، فدي اللي هتستخدمها في كل حاجه عندك. ايوه يعني الدرام هي الحاجه الوحيده اللي بيحصل فيها. تمام، هو ده اللي كان قصدي عليه. جميل كده، يعني الدرام يعني. تمام بالظبط، كله جاي من الدرام، فانت كده كده الاكسلريشن طالما جايه اصلا الحركه من الدرام والاكسلريشن، فانت طبيعي جدا هتعوض في الريدس اللي عندك بتاع الدرام اللي عندك. جميل كده، جبت التورك الاولاني وجبت التورك الثاني وجبت التورك الثالث وجبت التورك الرابع. اقدر اجيب التورك بتاع الالكتريك موتور؟ فهو عباره عن التورك 3 والتورك 4 جمعته. طب ليه ما قلتش 1 و2؟ لان 1 و2 اصلا 3 جايه من 1 و2، فلما جيت جمعت 3 و4 بس. في مشكله؟ تمام. وبعد كده الباور بتاعتي هي التورك في الاوميجا. طيب انهي تورك؟ التورك بتاعتي ايه ده؟ مش مكتوبه ولا ايه؟ التورك بتاعتي المفروض اللي هي هتبقى بتاعت الالكتريك موتور تقريبا، انا ما كتبتهاش على فكره. طيب التورك بتاعتي اللي انا هجيبها هي التورك بتاعت الالكتريك موتور في الاوميجا بتاعتي اللي هي هتبقى 1 اللي هي الفيلوسيتي على الاكسلريشن في ال 40. يبقى التورك بتاعت الباور، الباور اللي انا عايز اجيبها هي عباره عن تورك في اوميجا في 40. التورك بتاعي بتاع الالكتريك موتور اللي لسه جايباه الاوميجا، ما عنديش الانجلر فيلوسيتي بس عندي ايه؟ عندي الفيلوسيتي نفسها، فهقول ان الانجلر فيلوسيتي هي في على الار، هنكتبها دلوقتي بس احب بس اوضح الاول هي في على الار. طب الفي كام؟ هي 1.8 على الار اللي هي 0.5. في السرعه بتاعت ال 40 اللي على اساس ان الالكتريك موتور والشافت ده متثبت عند البني، فضربتها في السرعة بتاعتي هتطلع 22 كيلو وات. في مشكلة عند حد ان انا جبت التورك وجبت الباور؟ لا تمام، المسألة مفهومة؟ زي الفل، خلصت. انا مش لسه عندي سؤال. المسألة كده خلصت. مش لسه، بس في اول حاجة خالص في البي حضرتك ضربة في 10 اس 3، لكن في الكتاب مش ضربة في 10 اس 3، الكتاب غلط بقى. اول حاجة خالص البي هبص بس في الكتاب دي ضرب في 10 اس 3. فين في 10 اس 3 بالنسبه لايه؟ هو مش ده، هو في الكتاب مش ضرب في 10 اس 3 عشان يجيب البي. يعني انا بتكلم عن حضرتك كده ضربه في 10 اس 3 بالنسبه لايه؟ مش اللي هي 1.2 في 10 اس 3 بالظبط؟ طيب انت لو جيت بصيت كده في الكتاب كاتب 14000 في 9.8 على 20 زائد 14000 في 0.1 زائد 1200 على طول. اوكي طب تمام. انا بدل ما كتبت 1200 انا كتبت 1.2 في 10 اس 3 بس. تمام مفهومه كده؟ تمام وصلت. مش ماشي، هكتب لكم بس اخر جزئيه دي. 4 6 مضروبه في الفي على الار اللي هي بالنسبه لك الفي 1.8 على 0.5
كل ده مضروب في 40. فايتها هتساوي 22.3 كيلو وات. عشان بس تبقوا فاهمين هي جت ازاي. نبدأ بقى في المسألة اللي بعد كده. مش المسألة دي المفروض ان هي في صفحة اللي عايز يعرفها في صفحة 5 في الكتاب اللي هي example 3-2. طيب المسألة دي بتقول لي بقى ايه؟ عندي winding drum، الجسم بتاعه الماس بتاعته قيمته 500 كيلو جرام، وعليه كتلة المفروض ان الكتلة بتاعت الدرام نفسها هي 250، وعلى ارتفاع او المسافة بتاعتي هي 100 ملي متر. جميل. والراديوس بتاعتي 0.5، مش مهمة قوي دي. الراديوس اوف جيريشن المهمة عندي 0.35، والماس بتاعت الروب اللي هي اللي متعلقة من الجسم بتاعت الويندنج درام للماس بتاعت الدرام نفسها هي 3 كيلو جرام لكل متر. هنفهمها اكتر لما نبدأ نحل. وبيقول لي ان الفيرست اكسلريشن للجسم اللي عندي اللي هي الكيج بتاعتي هي 1.5 متر بير سكند انطل ان الفيلوستي بقت 10 متر بير سكند ريتش لي. بصوا هنقعد نشرح كتير، انا هجيب المسألة على طول. دلوقتي مديني الجسم بتاعت الكيج بتاعت الويندنج درام هي 500 كيلو جرام، ومديني المسافة. انا عايزة ارسمها لكم بحيث تبقوا فاهمين انا بقصد ايه. يعني المفروض وفي هنا ما كده ايه قلت فين ايه ده شيلي ده خالص. عندي دي الويندنج درام المفروض يبقى فيها خطوط كده بتاعت الويندنج درام، والمفروض ان الجسم ده اللي هي الجيج بتاعتي دي اللي هتبقى 500 كيلو جرام. المفروض ان الام بتاعت الجيج دي اللي هي 500، تمام. والماس بتاعت الدرام بنفسها اللي هي هتبقى 250، والارتفاع ده كله او المسافة دي كلها 100. ماشي كده؟ جميل. بيقول لي ايه بقى عشان بس نبقى فاهمين خطوة خطوة. يعني الجسم بتاعي الماس بتاعت الجسم اللي هي الجيج بتاعتي 500، والمسافة بتاعتي اللي هي 100، والماس بتاعت الدرام 250، والريديس اوف جيريشن بتاعت الجسم اللي عندي 0.35، والماس بتاعتي بتاعت الروب نفسها 3 كيلو جرام لكل متر. طيب طالب مني ايه؟ طالب مني التايم بتاعي بالتوتال من بداية للنهاية هنا كام، على اساس ان هو بدأ الكيج هنا بأكسلريشن 1.5 لما بدأت الفلوستي من الزيرو لغاية ما وصلت لعشرة، وبعد كده سبتت لفترة، وبعد كده حصل ان قلت السرعة لغاية ما وصلت للنهاية خالص. ساعتها بيحصل في الفترة دي عجلة تناقصية بقيمة 6 متر بير سكند سكوير. طالب التايم من الاول للاخر بكام؟ يبقى انا عندي كام مرحله بشتغل عليها؟ ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه لما كانت فيها الاكسلريشن 1.5، ومره لما كانت الاكسلريشن ثابته خالص، ومره لما حصل تناقص للعجله بقيمه 6. يبقى انا محتاجه اجيب التايم في ثلاث مراحل، صح كده؟ تمام. هو انا حاسه ان انا جريت في حته وبعد كده انتوا تلخبطتوا مني. طيب اعيد حاجه اقول حاجه تانية؟
لا تمام يعني تمام. طيب مبدئيا ساعتها انا عايز اجيب التوتال تايم بتاعي، فانا هقول ان التايم 1 زي التايم 2 زي التايم 3، فانا عندي 3 ستروك، 3 مشاوير. لو هتكلم في الفيرست ستروك اللي هو اول جزء ده اللي هو بالنسبه لي الجزء ده، ساعتها ان الاكسلريشن هنا كونستنت اللي هو مديهوني قيمه، فمعنى كده هستخدم قوانين الحركه، صح كده؟ طيب حلو. ساعتها قانون الحركه بيقول ان ال v بتساوي v نوت زائد ال at، انا هدفي ان انا اجيب الزمن. حلو. السرعه بتاعتي النهائيه هي وصلت لغايه هنا في الاخر خالص ب 10، والسرعه الابتدائيه عندي ب 0 زائد الاكسلريشن في المرحله دي اللي هي 1.5 في الزمن بتاعي. ساعتها طلعت الزمن ب 6.67 سكند، كده طلعت الزمن الاولاني. حلو جدا. طيب مش الفيرست ستروك زي السكند ستروك زي الثيرد ستروك، بس اختلاف ان الاكسلريشن هتبقى بالنيجاتيف. الثيرد ستروك الفيلوسيتي عندي الاكسلريشن هنا كونستنت لان هي مدياني هنا القيمه، ساعتها هستخدم برضو قوانين الحركه. طيب بس ساعتها ان الفاينل فيلوسيتي بزيرو والانيشال فيلوسيتي ب 10، نيجاتيف دي 6 مش 1.5. ستة. ستة في الزمن بتاعي اللي هو 3، ساعتها طلعت الزمن بتاعي في 1.67 سكند. في مشكلة في أول ستروك وثالث ستروك؟ لا تمام يا باشمهندس. انا ساعتها قلت ان الاكسلريشن طالما ثابته بستخدم قوانين حركه، تمام. جينا بقى في تاني ستروك، تاني ستروك ده الفيلوسيتي كونستانت، معنى ان الفيلوسيتي كونستانت ان الاكسلريشن كام؟ الاكسلريشن بتساوي زيرو، مش كونستانت، الاكسلريشن دي بتساوي زيرو، الاكسلريشن دي زيرو. ممكن نقول هنا الفي، معنى ان الفيلوسيتي كونستانت يا باشمهندسين معنى ان الاكسلريشن بزيرو. ساعتها ان الاكسلريشن طالما بزيرو، ساعتها هقول ان السرعه بالنسبه لي هي عباره عن مسافه على زمن. في مشاكل؟ طيب المسافه 2 على الزمن 2. طب السرعه انا عارفه هي بكام، هل انا عارفه المسافه ولا الزمن؟ لا انا عارفه المسافه ولا انا عارفه الزمن. طيب بس انا عارفه حاجه، عارفه ان المسافه التوتال بتاعتي هي قيمتها ب 100، ساعتها ان ال 100 دي بتساوي المسافه الاولانيه زائد المسافه الثانيه زائد المسافه الثالثه، اللي هي المسافه الاولانيه زائد الثانيه زائد الثالثه بتساوي المسافه التوتال بتاعتي. جميل. طب التوتال بتاعي كان كام؟ كام 100. طيب الاس الاولانيه عشان اقدر اجيبها بجيبها ازاي؟ طيب انا عندي سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه، فهقول متغير السرعه على 2 في الزمن، فهيبقى متغير السرعه اللي هي السرعه البدائيه زائد السرعة النهائية على 2 في الزمن الأولاني زائد المسافة الثانية زائد المسافة الثالثة اللي هي متغير السرعات في الزمن الثالث. جميل. طلعت منها عوضت بين الفاينل فيلوسيتي بالنسبة اللي بتكلم عن المسافة الأولانية ب 10 والانيشال فيلوسيتي ب 0 على 2 في الزمن بتاعي زائد اس 2 زائد الفاينل فيلوسيتي بالنسبة للمسافة الثالثة 0 زائد 10 على 2 في الزمن بتاعي اللي أنا لسه جايباه. ساعتها طلعت المسافه بتاعتي ب 58.3. جميل. طلعت المسافه الثانيه، اقدر اعوض اجيب بالنسبه لي الزمن في الاستروك الثاني كام؟ قدرت اطلع الزمن في الاستروك الثاني ب 5.83 سكند. جميل. طلعت الزمن الاولاني، طلعت الزمن الثاني، وطلعت الزمن الثاني، اقدر اجيب التوتال تايم بتاعي؟ طلعته ب 14.17 سكند. كده جبت التوتال تايم بتاعي في الثلاثه استروك. في مشكله كده؟ ده تمام يا باشمهندس. جميل. تاني حاجة طالب مني التورك تو ستارت الدرام بيلف. دلوقتي علشان يبدأ الدرام ده يلف فهو بيعدي على ثلاث مراحل. ايه الثلاث مراحل؟ أول حاجة إن التورك بتاعي تحت تأثير عجلة الجاذبية اللي هي بتبقى يونيفورم سبيد، وتاني حاجة التورك التاني بالنسبة لي في حالة إن اللي بيحصل أكسلريت للكيج والروب مع بعض، ثالث حاجة بيبدأ إن الأكسلريت للدرام. يبقى محتاج عشان أقدر أجيب التورك ده بيعدي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتاعت الجيج والروب مع بعض باليونيفورم سبيد اللي هي تبقى عجلة الجاذبية بتاعت تأثير عجلة الجاذبية مرة،
ومرة تحت تأثير العجلة اللي أنا بشتغل عليه اللي هي 1.5، ومرة لما يبقى start rotate للدرام. جميل. التورك الأولاني عشان أقدر أجيبه هي عبارة عن فورس في مسافة. أنا كل ده لسه في عشان يبدأ uniform speed، فأنا بتكلم لينير. حلو. طب الفورس تحت تأثير وزنه هي M في G. طيب في الراديوس بتاعي اللي هي قلنا المسافة العمودية. طب أنهي ماس؟ فانا ان هي الماس بتاعت الجيج والروب. طب الماس بتاعت الجيج هي 500. طب الروب كنا قلنا الماس بتاعت الروب هي 3 كيلو جرام لكل متر. طب انا بشتغل المسافة كلها، المسافة كلها عندي 100، يبقى هضرب 3 في 100. مفهومة الجزئية دي؟ تمام. في عجلة الجاذبية بتاعتي اللي هي 9.8، في الريديس بتاعي 0.5، طلعت معايا التورك الأولاني 3925 نيوتن متر. جميل. التورك الثاني تحت تأثير العجلة بتاعتي اللي هي 1.5. حلو. فبنفس الكلام هقوله، بس بدل ما هضرب في جي هضرب في ايه؟ نفس الكلام اللي هي هتبقى 500 زي 300 في 1.5 في نص، هتطلع 600 نيوتن متر. طيب ثالث تورك خالص بقى اللي هو استعدادا ليلف الدرام، فانا هستخدم التورك ساعتها ده في حاله الايه؟ الانجلر اللي هي اي في الفا. طب الاي بالنسبه لي القانون بتاعها ايه؟ الام في كي سكوير في الالفا اللي هي بالنسبه لي الاي على الار. طيب انا كل ده بشتغل للايه؟ اكسلريت للدرام عشان يبدا يلف. طب حلو. طب الماس بتاعتي اللي هشتغل عليها بتاعت الدرام اللي هي قيمتها كام؟ اللي هي قيمتها 250. في الكيب بتاعتي الريديس اوف دايريشن بتاعي اللي هو 0.35 سكوير في 1.5 على النص، هذا 91.8 نيوتن متر. كده جبت التورك بتاعي لان الدرام ده يبدا ايه؟ يلف. طيب يبقى التورك بقى هي تورك 1 زائد تورك 2 زائد تورك 3 هيطلع 4616.8 نيوتن متر. مفهومه الجزئيه دي؟ هي مفهومة مش لسه، بس أنا عندي حاجة صغيرة. أو حضرتك يعني الحل هنا بطريقة وفي الكتاب أو يعتبر نفس الحاجة، بس يعني إيه خطوات؟ أنا بوضح لك الخطوات بالظبط كده. ماشي خلاص تمام. أنا بوضح الخطوات. هو نفس الحل يعني وكل حاجة، هو نفس كل حاجة، بس الفكرة كلها أنت لو قريت من الكتاب ممكن ما تبقاش قادر تفهم طب دي جت منين، لكن بالزبط. أنا بوضح لك كل جزئية جت منين علشان تبقى فاهم، حتى اللي يقرأ حتى لو أنا ما شرحتش مثلا اللي يقرأ يبقى فاهم على الأقل نسبة مثلا 50-60%. تمام تمام مش نسبة. طيب أنا جبت كده التورك. ثالث حاجة كان طالبها مني، طالب مني الباور في حالة إيه؟ at the end of the acceleration period، في نهاية الأكسلريشن. الأكسلريشن كانت بدايتها من زيرو لغاية إن الفلوس يوصل لعشرة، فهي الاكسلريشن بتاعت اللي هي 1.5. طيب التورك ساعتها ان الباور بتساوي التورك في الاوميجا، في مشكله في الجزء ده؟ لا. طيب ساعتها ان قلت ان الام التورك بالنسبه لي هو الفورس في الريديوس. طيب الفورس بتاعي هي عباره عن الماس. طب انهي ماس دلوقتي؟ هرجع بس ثانيه خطوه بس واحده. الرسمة دي هو عايز أنهي جزئية؟ عايز الجزئية الأولانية دي اللي هي البداية دي، عايز يعرف الباور لما يخلص الأكسلريشن في النقطة دي، يعني المسافة الأولانية بس. يعني أنا كل اللي هشتغل فيه عند المسافة الأولانية اللي هي كان اللي هي 33.5، ودي عرفتها منين؟ من المسافة اللي أنا جبتها من هنا اللي هي متغير السرعة على 2 في الزمن. حلو الكلام ده؟ انا محتاجة اجيب الباور في اول ستروك بس، محتاجة اجيب الباور في اول ستروك بس. جميل. ساعتها قلنا ايه بقى؟ قلنا ان الباور ده التورك في الاوميجا. طيب التورك بالنسبة لي هي الام في الام الفورس في الريديس. طب الفورس بالنسبة لي هي مرة هتأثر بعجلة الجاذبية في البداية، ومرة هتأثر بالعجلة بتاعتي، صح كده؟ طيب بصوا انا هجيب لكم حته عشان تبقى فاهمين قصدي بيها ايه. نبي نشوف انتوا معايا ولا فصلتوا مني؟ حضرتك بيت.
انا دلوقتي اللي عايز اجيب الباور اجيب من بدايه للنهايه هنا. حلو، عشان اجيب الباور من البدايه للنهايه فانا قلت ان الباور عباره عن التورك في الاوميجا. طب التورك بالنسبه لي هي الفورس في الريدس. طب الفورس بالنسبه لي بيأثر عليها الوزن مره مع عجله الجاذبيه من غير اي تاثير عجله في البدايه، وفي النهايه هنا بتاثير العجله كانت كام؟ كانت 1.5. فمره هضرب الماس بتاعتي في الجي ومره هضربها في الايه. في مشكله كده؟ طيب تاني مش مهندسين؟ تمام تمام ايوه. مره لما كانت بزيرو العجله هنجيب الجي، ومره بالعجله لما كانت الاكسلريشن في نهايتها ب1.5. فانا ضربت بعد كده قلت 3 في 3 الماس بقى بتاعتي، الماس بتاعتي بتاعت الرو هي 3 في 33.5. ليه قلت 3 في 33.5؟ انا دلوقتي بشتغل مع الروب بس. ليه؟ لان انا باخد اول ستروك. اتفقنا طالما بناخد اول ستروك المسافه بتاعتي 33.5، ساعتها عشان اجيب الماس، الماس بتاعت الروب خلي بالي بتساوي 3 كيلو جرام لكل متر. انا بشتغل لانهي متر بس؟ بشتغل ل 33.5 بس. عشان كده قلت ان الماس هي عباره عن 3 في 33.5. فعشان كده لما قلت الماس في الجي فهي 3 في 33.5 9.8 زائد 3 في 33.5 1.5. في الراديوس بتاعي اللي هي نص، في الاوميجا بتاعتي اللي هي هتبقى الفي على الار. طب الفي اللي هي 10، الار بالنسبه لي انا ليه ضربت في 2 باي ار؟ لان محيط الدايره بتاعتي بشتغل تبع محيط دايره، فالدرامب بيلف بفلوستي معينه انا مش عارفه المحيط بتاعي، فلازم اجيب المحيط بتاعي كام. فقلت 2 باي ار، ف 2 باي في الار اللي هي نص، ساعتها جبت الباور في الاخر 1.799 كيلو نيوتن. مفهومة الجزئيه دي يا باشمهندسه؟ معلش قول. هو احنا ليه خدنا الماس بتاعت الروب بس ما خدناش بتاعت الكيج؟ عشان بتاعت الكيج نفسها بيحصل ريدكشن ليها للتورك بتاعي في اول جزئيه خالص، فلازم اخد المسافه. انا دلوقتي اخدت ستروك واحد بس، اول ستروك خالص، فما اخدتش المسافه كلها، فانا هاخد الماس اللي بتاثر لي في المسافه دي بس. طب مش اللي بتاثر المسافه دي الروب والكيج برضو؟ لا الروب بس، الروب بس مش الكيج، الروب بس. انت بتاخد المسافه، انا دلوقتي اخدت اول ستروك اللي هي مسافتها بتاعتي 33.5، ساعتها علشان اقدر اجيب اجيب التورك بتاعي هي فورس في مسافه. طب انهي ماس بقى بتاعتي اللي بشتغل عليها؟ هي ماس بتاعت الروب، لان الماس بتاعت الكيتش بيحصل فيها ريدكشن للتورك، فبيحصل ريدكشن للتورك يبقى انا ما جبتش حاجه. انا محتاجه اجيب الباور بتاعتي من تورك، فما ينفعش اجيب باور هيحصل فيه ريدكت، ما ينفعش. فانا محتاجه اجيب التورك بتاعي من ماس، انهي ماس اللي ما ينفعش يحصل فيها ريدكشن؟ انهي ماس؟ هي الماس بتاعت الروب بس. والماس بتاعت الروب هي 3 كيلو جرام بير متر. فانا عندي انهي متر اللي بشتغل عليه؟ انا مش بشتغل على الميترز كلها، مش بشتغل على المسافه كلها، انا بشتغل على المسافه الاولانيه بس. عشان كده لما جبت الماس جبتها في المسافه الاولانيه. حتى كبالك 3 في الاس 1 اللي هي 3 في 33.5 كيلو جرام. تمام. الشابتر ده مفهوم؟ هي ده الشابتر بتاع الانجلر مومنتم اللي فيها المسالتين اللي الدكتور دول شرحهم في المحاضره، والمفروض ان هم مهمين. ممكن اديكم بس جزء بسيط بس للكرانك وسلوتد ليفر، مساله كده سريعا افهم بس الحاجات المهمه اللي هاخدها عشان المره الجايه نبدا في البلوستي عشان ما نبقاش متاخرين مع الدكتور يعني، ولا انتم مش دماغكم صاحيه معايا؟ زي ما انتوا عايزين. عامه الكرانك لا معاك يا باشمهندس، لا كملها على طول زي ما انت باشمهندس. تمام عادي. هناخد بس الكرانك سلو ديليفر وخلي فيلوستي بعدين عشان ما تتركوش مني. نبقى ماشيين اهم حاجه مع الدكتور يعني، بس عشان ما واحده هو عامه الدكتور اداكوا امبارح الدكتور قعد يشرح كده. هو انتوا شايفين في الشاشه الكرانك سلو ديليفر ولا ما شفتوش حاجه لسه؟ لا لسه. لا لسه. كنت بتقول ايه؟ هو امبارح شرح مساله واحده بس، قعد يحكي في حاجات كده.
انا اللي عايز اقوله بقى ان الفيلوستي بتاعتكو عندكو طريقتين للحل في الفيلوستي ميكانيزم، الانستانتينيوس والريلاتيف. هو اصلا ما شرحش حاجه في الانستانتينيوس، قال كلمتين وقفل عليها، فمتهيالي الانستانتينيوس انتوا بالنسبه لكم مش هتتشرح، اللي هتتشرح الريلاتيف بس. الكرانك كورتوزيت ليفر بقى الشغله بتاعتها زي المقشطه، اللي هي مثلا اللي هي الرام ده بتروح تقطع وترجع فاضي، فبيتحرك من بي 1 لبي 2، صح كده؟ انتوا معايا ولا معاكي؟ مش سامعك. تمام. هفهم الجزئيه دي. الجزئيه دي كلها اللي يهمني فيها جزئيتين بس، ازاي اقدر اجيب التايم ريت وازاي اقدر اجيب اللينس اوف ستروك. دول اهم حاجتين محتاج اعرفهم في الكرانك وسلوتد ليفر. ايه هما؟ التايم ريت. التايم ريت عشان اقدر اجيبه هي عباره عن الزاويه اللي بتروح بيها اقطع على زاويه الرجوع، اللي هي بالنسبه لي ممكن اشيل البيتا اللي هي 360 ناقص الالفا على الالفا. جميل، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللينس اوف ستروك، عشان اقدر اجيب اللينس اوف ستروك اللينس كله بتاع الستروك كله، هو ده اثبات. انا مش محتاجه الاثبات، انت عايز تقراه كتفهمه ما عنديش مشكله فيه. اهم جزئيه عندي فيه اللي هي دي، اللي هي بتساوي 2 اي بي في السي بي على الاي سي. دول اهم جزئيتين، التايم ريت ازاي اقدر اجيبه واللينس اوف ستروك ازاي اقدر اجيبه. عشان افهم الميكانيزم ده انا كنت ضايفه لكم في السلايد اللي بعده، انا عايزه اشغلها، ضايفه لكم المفروض فيديو كده تبقوا تتفرجوا عليه، مش عارفه هو اشتغل عندكم ولا لا. شغال يا باشمهندس، شغال. اشتغل يا باشمهندس. هو لو الفيديو فيه كلام فاحنا مش سامعين حاجة على فكرة. مش مشكلة، هو المهم ان انت عندك ان انت تفهم الميكانيزم ماشي ازاي. اه تمام. هنشرح كده مسألة بسيطة. بيقول لي في الفيجر ده يديني return mechanism of slide link type of the المهم مديني ان الكرانك بتاعي البي سي، الكرانك بتاعي ده طوله قد ايه؟ 30 مليمتر لونج. والتايم ريشيو بتاعي اوف ذا وركينج ستروك اوف ذا ريتيرن ستروك، يعني التايم ريشيو بتاعي او التايم ريت بتاعي هي 1.7. واف ذا لينث اوف ذا وركينج ستروك اوف ار 120، اللي هي اللينث اوف ستروك بتاعي 120 مليمتر. طالب مني ايه؟ طالب مني الدايمنشن، او طالب مني الاي سي قيمتها كام والاي بي قيمتها كام. الاي بي دي كلها بتاعت السلايدر دي كلها قيمتها كام، والاي سي دي بكام. في مشاكل لكده؟ لا مفيش مشاكل. كتبت الجيفن على جنب، قلت ان البي سي 30 والار 1 الار 2 اللي هي اللينث اوف ستروك 120 والتايم ريت 1.7، وطالب مني الاي سي والاي بي. جميل. طيب انا عندي ان الكوزاين، خلي بالي بس في حاجتين لازم تحفظوهم، ان الكوزاين الفا على 2 اللي هي من اللينث اوف ستروك اللي هي كوزين الفا على 2 هي السي بي على الاي سي، فدي لازم تبقوا حافظينها. طيب الكوزين الفا على 2 هي السي بي على الاي سي، هو عايز الاي سي،
طب انا عندي السي دي عندي اللي هي 30. طب انا عندي الالفا، لا ما عنديش الالفا، فانا محتاجه اجيب الالفا عشان اقدر اعوض واجيب الاي سي. طيب اقدر اجيب الالفا منين؟ من التايم ريشيو. مش اتفقنا التايم ريشيو هي بيتا على بيتا على الفا، او 360 ناقص الفا على الفا. جميل. ساعتها التايم ريشيو مديني قيمتها، مديني ب 1.7، بتساوي 360 ناقص الفا على الالفا. قدرت اجيب الالفا ب 133.3 ديجري. جميل، جبت كده الالفا. اروح اعوض بقى في الكوزاين اللي هي هتبقى كوزاين الفا على 2، بتساوي السي بي على الاي سي. طيب الكوزاين 133 على 2 بتساوي السي بي او البي سي، مش فارقه انهي الاول يعني، عامه 30 على الاي سي. قدرت اجيب من القانون ده الايه؟ الاي سي اللي هي هتطلع 75.7 ملم. طيب كده خلصت الاي سي، فاضل لي الاي بي. طب الاي بي دي مش هقدر اجيبها من عن طريق اللينس اوف ستروك. اللينس اوف ستروك بتساوي ايه؟ 2 اي بي في سي بي على الاي سي. طيب اللينس اوف ستروك هو مدهوني، مدهوني قيمته كام؟ 120، بتساوي 2 اي بي، هحطها زي ما هي دي اللي عايزها. طب السي بي مديني قيمتها اللي هي 30، في الاي سي انا لسه جايب لها قيمتها 75. كده قدرت اطلع الاي بي بتاعتي قيمتها 151.4. في مشكله فيها كده؟ بس يعني هو اللينس اوف ستروك اللي هو ار 1 ار 2 اللي هو اسمه اللي هو بالنسبه لك لو جيت بصيت اللينس اوف ستروك هو عباره عن بي 1 لبي 2 او ار 1 لار 2 او 2، يعني هو ساعات بيسميه وساعات لا، بس انت تبقى فاهم. لما جه هو قال لك حتى هنا قال لك الوركينج ستروك اوف ار از كذا، فهو كده بالنسبه لك ان الار اللي ار كلها بتتحرك. بالظبط كده، هي اللينس اوف ستروك. تمام. يا ريت نبص بقى على الشيت بتاع الكرانك سلوت ليفر، في مساله تانية تقروها تبقوا فاهمين بس الدنيا تبقى ماشيه ازاي. هي دي القوانين اللي بنعوض بيها، مفيش اكتر من كده. تمام. بس في حاجه لغايه دلوقتي مش مفهومه؟ ده تمام كده يا باشمهندس. طيب لو حابين بقى السكشن ده كان ثابت يا باشمهندس، نخليه ثابت. المشكلة عايز تغيره يغير اللي انت بس عايزين. ممكن نغير الميعاد بحالي 10 مثلا، 10 10 ونص. ما في محاضرة مينتيننس الساعة 11، محاضرة الساعة 11 ممكن. اوكي نخليها بالليل عادي لو ينفع باشمهندس، ما عنديش مشكلة يعني. بس يعني قولوا لي قبلها عشان اظبط، عشان انا بنتي بتبقى صح يعني، فممكن نبقى نظبطها. بس حضرتك اتواصل معك ازاي غير الموقع، غير الرسائل الخاصة بتاعت الموقع؟ اتواصل معك ازاي تاني؟ عايزين مثلا رقم تليفوني تكلموني عليه. طيب يبقى على الواتس مثلا يعني؟ ممكن، مفيش مشاكل عندي. ماشي مش مشاكل، عشان الموقع مش عارف مش بتفتحها حضرتك عندي في موعد معين، عشان برضو حتى لو حد ملحقش التاني يبقى قادر، طالما انتوا مش عم